تصريحات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المتعلقة بموضوع الحرائق لا تزال تواجه حملة تهكمية وسخرية واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. مقطع تمثيلي تم تداوله اليوم يسخر من تصريحات عادل عبد المهدي المتعلقة بحرائق الحنطة، فلنشاهد. نعم، أنا وجهت سؤالي للسيد وزير التجارة بخصوص موضوع الحرائق لهذا العام مقارنة بالعام السابق، قلت له أقل أم أكثر؟ قال لا أقل، وهذه بحد ذاتها هي رحمة إلهية وتوفيق إلهي أن احنا قاعدين نعمل ليلا نهارا بهارا جهارا شاشا ما نايمين على وجوهنا. لكن بصراحة أريد أكد على نقطة معينة، أن نبتعد عن التضخيم والتهويل، أنه الحرائق تصير معظم البلدان العالم، لا داعي للتهويل طالما أن هناك موجود البديل. القمح الحراقي احترق خوما، احترقت الدنيا، موجود قمح أرجنتيني ممتاز بنفس المواصفات ونفس الصفات العالية الموجودة عند القمح العراقي.